اعتقد انه الروح اللي بتبقى موجوده بين اللعيبه اهم بكتير بالزبط. من المهاره، طبعا لان الروح دي هي اللي بتخليك تكسب، وبتخلي اللي مش قادر يقدر عشان اللي جنبه بيديله الدعم طبعا الكامل او الدعم المعين. طيب طبعا. خلينا دلوقتي بقى نروح للمحترفين. تمام. المحترفين في تنس الطاولة، احنا عندنا عدد كبير من المحترفين، عايزاك تكلمني عن رأيك في موضوع الاحتراف في تنس الطاولة. فارق معانا جدا جدا جدا، يعني تتخيليش ازاي. لو حتى تتذكري مباراه، ادخلكم شويه في الكوره بس، المغرب واسبانيا، انت شفتي ياسين بونو مثلا الثقه اللي هو فيها، هو بيلعب في اشبيليه كل يوم بيشوف اللعيبه دي اصلا في الدوري الاسباني، مفيش رهبه فمفيش خوف، عنده ثقه في نفسه جدا. نفس الكلام اشرف حكيمي، كل يوم بيشوف معاه في التمرين ميسي ومبابي ونيمار وديماريا، فداخل برضه يشوف بثقه. دي بقى انا شرحت لك بس الموقف ده عشان احنا الحمد لله، انا دلوقتي في الدوري الاسباني، وقبلها كنت في التركي وفي البلجيك وكنت في ايطاليا، انا كل يوم بلعب اللعيبه دي، فانا فلما تيجي ما عنديش تلعبها رهبه. بالظبط نفس الكلام عمر عصر بالنسبه لنا، عامل زي محمد صلاح يعني في لعبتنا، بيلعب لعيبه قويه جدا. نفس الكلام خالد عصر، احمد كابتن احمد صالح، محمد شومان، يوسف عبد العزيز، شادي مجدي، فالموضوع مهم جدا وفارق معانا، وده بيدينا يعني حاجه كويسه جدا للنادي الاهلي ومنتخب مصر. طبعا بيديكوا تقل زي طبعا ما انت جدا بتقول. يعني. كل ما بتقابل البابا ده بالظبط يعني فاهمني، فما بيبقاش بالظبط بالنسبه لك بابا، انت كل يوم بتتمرن جنبه او بتلعب ماتش بتلعب معاه. ازاي. ودي الحته اللي بقول لك عليها، انا برضو اللي انا متفرغ ليه، عشان لو انا بشتغل او كده تبقى صعبه جدا، فعشان كده انا متفرغ لتنس طاوله، فقادر ان انا يعني اوفق ما بين الاحتراف والنادي والمنتخب والكلام صح. ده.